تحت شعار يوم الهجرة تخليدا للذكرى وتعزيزا للانتماء، أحيت الجزائر الذكرى 62 لليوم الوطني للهجرة المخلد لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجالية الجزائرية بباريزة. هي الذكرى 62 من الزمن الثوري للجزائر المستقلة. نستحضر فيها مع شعبنا الأبي بأسى ومرارة مخلفات النزعة العنصرية الاستدمارية التي قوبل بها بنات وأبناء الشعب الجزائري المتظاهرين بسلمية في شوارع باريس. Le 17 octobre, c'est une date déterminante. Même la police française ne croyait même pas qu'on était aussi puissant, aussi bien organisé. Parce qu'avant, les cotisations, déjà, tout était clandestin. Donc, ils ne savaient pas grand-chose. Et là, on s'est découvert, parce que nous aussi, on sait qu'on ne risque plus rien, nous sommes à la fin. Donc, la fin, c'est le coup de grâce. وتخلل إحياء مناسبة يوم الهجرة بالمتحف الوطني للمجاهد معرضا للصور يختزل هذه المحطة التاريخية وعرض شريط وثائقي فضلا عن ندوة تاريخية بالمناسبة. المجموعة اللي كانت هنا في الجزائر والمجموعة اللي كانت في فرنسا هما جزءان لا يتجزأان، فالشعب شعب واحد رفض الاستعمار وبكفاحه ونضاله خضعت فرنسا وخرجت ذليلة مقهورة. هو يوم تاريخي جمع بين تخليد الذاكرة وتعزيز الانتماء والتعريف بإسهامات المهاجرين الجزائريين في الثورة التحريرية المجيدة.